بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 97. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يبين الشيخ رحمه الله أن العصمة من الخطأ والنجاة من الضلال إنما يحصلان باتباع الكتاب والسنة، وأن الخطأ والضلال والهلاك إنما يحصل كل منها باتباع الآراء الكلامية والقواعد المنطقية. فيقول رحمه الله: وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول هو الهادي الخريت في هذا الصراط، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام من مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب، وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث، لا سيما في أخبار الصفات، حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث وجعل عقله ميزانا للحديث. فليت شعري: هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه على الشريعة المحمدية فيكون من السبيل المأمور باتباعه، أم هو عقل مبتدع ضال جاهل حائر خارج عن السبيل؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يبين الشيخ رحمه الله سبب ضلال الاتحادية، وأنه كان بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة والسير على منهج المتكلمين. فقال: وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنما أتوا من قلة العلم والإيمان بصفات الله التي يتميز بها عن المخلوقات، وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك، بل قد يعتقدون من التجهم ما ينافي السنة تلقيا لذلك عن متفلسف أو متكلم، فيكون ذلك الاعتقاد صادا لهم عن سبيل الله كلما أرادت قلوبهم أن تتقرب إلى ربها وتسلك الصراط المستقيم إليه وتعبده كما فطروا عليه وكما بلغتهم الرسل من علوه وعظمته، صرفتهم تلك العوائق المضلة عن ذلك، حتى تجد خلقا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة، وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه بألسنتهم، بل يجعلونه تنزيها مطلقا مجملا،
ثم ذكر الشيخ الحكاية المشهورة التي وقعت لأبي المعالي الجويني وهو يقرر نفي علو الله على خلقه على تلاميذه، فاعترض عليه أحد الحاضرين بأن هذا ينافي الفطرة، وذلك أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي يذكر على المنبر ويقول كان الله ولا عرش، ونفى الاستواء على ما عرف من قوله، فقال الشيخ أبو جعفر يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال حيرني الهمذاني، أو كما قال ونزل. فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم فأخبر أن العرش والعلم بالاستواء عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ والجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة جارية أعجمية، أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته؟ وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان، فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديا له على معرفة ربه والإقرار به كما ينبغي، لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم. ومن أمثلة ذلك أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجدهم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء، حتى يكذب بصدور ذلك عنهم، مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه أبو عبد الله الرازي الذي احتذى فيه حذو بن سينا، وعين القضاة الهمذاني فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمين، لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم، وإنما وضعه بعض السؤال والطرقية أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة، ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا يوجد في أثارة من علم، فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين، وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره إلى الأفلاك، وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب، فآدم هو القمر وإدريس هو الشمس والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة، وأنه عرف الوجود الواجب المطلق، ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم، حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا، وجعل بعض المتعصبين يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله، وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه المطالب العالية، جمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. هذا هو الرازي الذي يلقب بالإمام فخر الدين الرازي، هذه مواقفه المشينة وبعض مؤلفاته المشبوهة، والذي أوقعه في ذلك إنما هو الإعراض عن الأخذ بأدلة الكتاب والسنة باعتبارها أدلة لا تفيد اليقين عنده،
والأخذ بآراء الفلاسفة والمتكلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.